الديناميه وداك الشيء راه ما يمكنش تدوز بلا والو، راه ولا بدا يعني راه كاين اللي كيبغي هذا الشيء وكاين اللي ما يبغيش هذا الشيء. ولكن حنا راه كما قلنا حنا ماشي حزب ديال الدكاكين يعني سياسيه، حنا حزب ديال العمال، حنا حزب ديال المعقول اللي كيهمنا هو المواطن، واللي كيهمنا نسموا المشاكل ديال المواطنين ونسمعوا لهم ونحاولوا نلقاو لهم الحلول. انا فقط بغيت نقول لكم بانه بزاف ديال يعني الاشاعات اللي كتروج واللي فيك نيوز وهذا، لانه بين ما والى لاحظتوا الاخوان فين ما والاخوات فين ما خرجنا شي خرجات كبيره وداك الشيء كيكتبوا لي فيك نيوز، كيكتبوا يعني لي زقاق، كيكتبوا هادشي عادي خذوه يعني سبيس بوتي، خذوا هذا وزيدوا للامام. اللي كيهم هو الخدمه ديالنا، هادشي ما خصوش كما قلت لكم ما يشوش علينا، ما تشوش النهار اللي قلت لكم ما تشوفوا لنا اللي من الله يصل راه هي هذه، لان عرفنا انه تشويش والعصافه البيضاء كاينه، ولكن حنا الحمد لله قادرين على راسنا وقادرين نزيدوا الامام وقادرين باش نساهموا يعني في البلاد، في بناء ديال البلاد اللي بغى صاحب الجلال المواطن ديالو. حنا كطرف كنساهموا يعني بجديه وبعمل وكذلك وبروح ديال الوطنيه. هادشي ديال لي فيك نيوز وهذا كاين اللي كيتكلم كيقول لك راه هذا هو واحد لاليونس ديال سبعه الاحزاب جي 7. شوف ما كاين لا جي 7 ولا جي 2 ولا جي 4 باش نتفقوا. حنا عندنا حنا واضحين الوضوح ديال النهار لاليونس اللي كتربطنا بواحد البرنامج مع داخل الحكومه كنشتغلوا فيه. هاد الناس راه حنا معاهم في لاليونس حتى تسالي الوقت ديال الحكومه. بلي تسالي الوقت ديال الحكومه راه كاين لي كومينال وهذا هذوك عندهم المبادئ ديالهم. المبدا انا اللي عندي اهم هو خصكم تعطيو للناس اللي غادي تسير الشؤون ديال البلاد لي ميور اللي غادي يعطيو لو سيرفيس للبوبولاسيون. وتشاركوا مع من ما بغيتو، ديروا لي زاليونس مع من ما بغيتو، ما عنديش اشكاليه فيها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.